وأصحاب الفضيلة الحضور معانا، أهلا بكم في هذا اليوم الجديد، ومحبتكم وتهنئتكم وروحكم الطيبة المعهودة اللي دايما عارفينها، ويمكن الله سمح بالأعياد الكثيرة. الأعياد دايما تسمح بفرص التلاقي وفرص تبادل المحبة، وبيزيدنا سعادة إن إحنا في بداية عام جديد، أو يعني ننتظر بداية العام الجديد. وطبعا كل جديد يسبب فرح للإنسان، فرح ورجاء وأمل للأيام الجديدة. ودايما نقول كده كل سنة وأنت طيب. السنة اللي فاتت عدت بما فيها، ولكن عندنا أمال وعندنا أحلام وعندنا اشتياقات للسنة الجديدة، إنها تكون سنة خير وسنة سعادة وسنة بركة للجميع. وبشعر باستمرار إن تلاقينا فضيلة الإمام والأحباء الموجودين في الكنيسة هنا في المطار بيعطي رسالة قوية جدا لكل العالم، وبيدي رسالة مش للعالم، بيدي رسالة لأهلنا وشعبنا في مصر، بيدي رسالة على الروح الطيبة اللي بتجمعنا واللي بتشهد عن عمق العلاقة الموجودة ومستمرة عبر القرون وعبر السنين. أنا بشعر كتير إن بعض الدول الأجنبية ما بتقدرش تفهم طبيعة العلاقة الموجودة على أرض مصر والرباط القوي اللي له هذه القرون الطويلة اللي بتربو بدءا من العصر الفرعوني امتدادا للعصر المسيحي امتدادا للعصر الإسلامي في هذا التناغم الجميل. بيقولوا في الأمثال: اثنان خير من واحد، لأنه إن سقط أحدهما يقيمه الآخر، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. أنا بشعر في التاريخ بتاعنا إننا كالخيط المسلوس من أيام الفراعنة، الحضارة والتاريخ والعمق والمعرفة والتميز، وامتدادا لما بعد ميلاد السيد المسيح في عصور المسيحية الأولى، وتداخل العصر الفرعوني مع العصر المسيحي، وتداخل العصر الفرعوني والمسيحي مع العصر الإسلامي، فكونوا هذا الخيط المسلوس الذي لا ينقطع سريعا. ما زلنا لغاية النهاردة بنستخدم في لغتنا العادية كلمات من أيام العصر الفرعوني. لغاية النهاردة لما حضرتك تقول أنا رايح شبرخيت، شبرخيت يعني العزبة الشمالية، ولما تروح شبرا منت يبقى العزبة الجنوبية، ولما تروح حي شبرا كلمة شبرا معناها مزرعة أو قرية. لما يبقى في مشروع ضخم بيتعمل اسمه تشكا، تشكا معناها زهرة فلاور. حتى في لغتنا العادية اللي بنستخدمها من اللغة القديمة، يجي الطفل الصغير يقول أنبوء، يعني عايز أشرب، أنبوء جاي من أنبوء المية. ولما يلعبوا الأطفال ويا بعض ويخوفوا بعض ويقولوا بخ بخ، يعني يوجد هنا شيطان أو شيء شرير. ولما الأم وهي بتربي ابنها يعمل يمسك حاجة مش نظيفة تقوم تضربه على أطراف إيديه كده وتقول له كخ، معناها شيء وحش، وهكذا. ولما نبقى في مصر في القاهرة ناكل سندوتش طعمية، لكن لما نبقى في اسكندرية يسموه سندوتش ايه؟ فلافل. دي في الصعيد سبابة. في الصعيد دي ما عندناش سندوتشات ولا حاجة تانية بقى. فالعصر الفرعوني ممتد ومتداخل وبنفتخر بيه، والعصر المسيحي على أرض مصر له نكهته الخاصة، وأيضا بداية من العصر الإسلامي نكهة الإسلام في مصر تختلف تماما عن دول كثيرة.
لها صفة الاعتدال ولها الصفة الطيبة اللي بتراعي روح الأخوة وروح المجاورة وروح التعاطف اللي موجودة في المجتمع. وجودنا وفرحتنا بتزداد بتهنئتكم وبحضركم، ونحمد للجميع لفضيلة الإمام والأصحاب الفضيلة والأحباء الموجودين ويانا، بنحمل كل محبة وكل احترام وكل تقدير، وبنسعد كثيرا ان نزوركم وتزورونا، وربنا يديك هذه المحبة القائمة التي هي صمام أمان قوي من أجل الحياة المصرية. طبعا الموقف الأخير بتاع موضوع القدس ده موقف متحدين فيه دون أن نتكلم، يعني فضيلة الإمام ومشيخة الأزهر والجهات الإسلامية الرسمية أخذت موقف والكنيسة أخذت موقف، والموقفين دول بيعبروا عن هذه الوحدة الكاملة اللي موجودة في الشعب المصري. وزي ما سألونا كتير، انتوا بتصدقوا، بيسألوا المسيحيين انتوا بتصدقوا بالناس اللي في الخارج، فكانت دايما اجابتي وما زالت نحن لا نصدق الا باثنين، الله فوق واخواتنا المسلمين على الارض في الوطن. وبالتالي اي محاوله للعبث في هذا الرباط القوي اللي بيجمعنا منتهيه بالفشل ولا يمكن ان تصمد. والله يحفظ البلاد والعباد من كل الشرور ومن هذا الضعف اللي ناشئ على أرضنا، ولكن مصيره الانتهاء ومصيره أنه لا يبقى ويكون مجرد عبرة في التاريخ. أعمال العنف التي تحدث سواء هنا أو هناك في أي مكان، هذه أعمال ليس لها قصد الدين بقدر ما لها قصد الوطنية التي تجمعنا جميعا معا. احنا بنفرح في مناسبات الأعياد، الله يهدينا دايما، ودايما جميع القلوب فرحانة وممتلئة سعادة و روح الاطمئنان وروح الامل بالايام الجديده وبعيد ميلاد السيد المسيح. وطبعا من الامور الطيبه ان زي ما اعلن السيد الرئيس في العيد الميلاد الماضي على انشاء اكبر مسجد وكنيسه في العاصمه الاداريه كمشروع يعبر عن هذه الوحده ويعبر عن هذا الترابط القوي ويعبر عن البعد الإيماني، صاحب نبني مصانع ونبني شركات ونبني ونبني، لكن دور العبادة أيضا هي التي تعطي روح في المكان اللي هي موجودة فيه. بنفرح بهذا المشروع الكبير، المسجد الكبير والكنيسة هناك في العاصمة الإدارية، وصح المشروع الإنشائي ما اكتملش ولسه قدامه وقت طويل، لكن مجرد أنها بداية طيبة بتبين أصالة هذا الشعب. أهلا بفضيلتك وأهلا بأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي ويانا، ودوما نشوفكم في صحة ونشوفكم في سلام ودايما. Thank you.
تحياتي لحضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. منذ لحظات كنا نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، حيث زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب لتقديم التهنئة للبابا توادروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وربما تابعنا مع حضراتكم هذه الكلمة للبابا توادروس والذي أشار فيها بأن أعمال العنف والإرهاب في مصر تستهدف الوطنية، وأيضا عبر عن إعزازه وتقديره لهذه الزيارة من قبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب. وبخصوص أمر القدس وهذه القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة بها، أشار البابا توادروس إن الموقف أظهر الاتحاد ما بين الشعب المصري دون أن نتكلم سواء كان من الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية. وكما نتابع معكم هذه اللقطات منذ قليل مباشرة من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، حيث زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب لتقديم التهنئة للبابا توادروس بعيد الميلاد المجيد. كل عام والشعب المصري جميعه بخير وسعادة. دعونا نعيد ونتابع معكم من جديد كلمة البابا توادروس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية أثناء زيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، فنتابع. أهلا وسهلا بفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب وبفضيلة وزير الأوقاف وأصحاب الفضيلة الحكام معنا، أهلا بكم في هذا اليوم الجديد ومحبتكم وتهنئتكم وروحكم الطيبة المعهودة اللي دايما عارفينها، ويمكن الله سمح بالأعياد الكثيرة. الأعياد دايما تسمح بفرص التلاقي وفرص تبادل المحبة،
وبيزيدنا سعادة إن إحنا في بداية عام جديد، أو يعني ننتظر بداية العام الجديد. وطبعا كل جديد يسبب فرح للإنسان، فرح ورجاء وأمل للأيام الجديدة. ودايما نقول كده كل سنة وأنت طيب. السنة اللي فاتت عدت بما فيها، ولكن عندنا أمال وعندنا أحلام وعندنا اشتياقات للسنة الجديدة، إنها تكون سنة خير وسنة سعادة وسنة بركة للجميع. وبشعر باستمرار إن تلاقينا فضيلة الإمام والأحباء الموجودين في الكنيسة هنا في المقر بيعطي رسالة قوية جدا لكل العالم، وبيدي رسالة مش للعالم، بيدي رسالة لأهلنا وشعبنا في مصر، بيدي رسالة على الروح الطيبة اللي بتجمعنا واللي بتشهد عن عمق العلاقة الموجودة ومستمرة عبر القرون وعبر السنين. أنا بشعر كتير إن بعض الدول الأجنبية ما بتقدرش تفهم طبيعة العلاقة الموجودة على أرض مصر والرباط القوي اللي له هذه القرون الطويلة اللي بتربو بدءا من العصر الفرعوني امتدادا للعصر المسيحي امتدادا للعصر الإسلامي في هذا التناغم الجميل. بيقولوا في الأمثال: اثنان خير من واحد، لأنه إن سقط أحدهما يقيمه الآخر، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. أنا بشعر في التاريخ بتاعنا إنما كالخيط المسلوس من أيام الفراعنة، الحضارة والتاريخ والعمق والمعرفة والتميز، وامتدادا لما بعد ميلاد السيد المسيح في عصور المسيحية الأولى، وتداخل العصر الفرعوني مع العصر المسيحي، وتداخل العصر الفرعوني والمسيحي مع العصر الإسلامي، فكونوا هذا الخيط المسلوس الذي لا ينقطع سريعا. ما زلنا لغاية النهاردة بنستخدم في لغتنا العادية كلمات من أيام العصر الفرعوني. لغاية النهاردة لما حضرتك تقول أنا رايح شبرخيت، شبرخيت يعني العزبة الشمالية، ولما تروح شبرا منت يبقى العزبة الجنوبية، ولما تروح حي شبرا كلمة شبرا معناها مزرعة أو قرية. لما يبقى في مشروع ضخم بيتعمل اسمه تشكا، تشكا معناها زهرة فلاور. حتى في لغتنا العادية اللي بنستخدمها من اللغة القديمة، يجي الطفل الصغير يقول أمبو، يعني عايز أشرب، أمبو جاي أمبو المية. ولما يلعبوا الأطفال ويا بعض ويخوفوا بعض ويقولوا بخ بخ، يعني يوجد هنا شيطان أو شيء شرير. ولما الأم وهي بتربي ابنها يعمل يمسك حاجة مش نظيفة تقوم تضربه على أطراف اللي كده وتقول له كخ، معناها شيء وحش، وهكذا. ولما نبقى في مصر في القاهرة ناكل سندوتش طعمية، لكن لما نبقى في اسكندرية يسموه سندوتش ايه؟ فلافل. الدين في الصعيد أستاذ بابا، في الصعيد ما عندناش سندوتشات ولا حاجة تانية بقى. فالعصر الفرعوني ممتد ومتداخل وبنفتخر به، والعصر المسيحي على أرض مصر له نكهته الخاصة، وأيضا بداية من العصر الإسلامي نكهة الإسلام في مصر تختلف تماما عن دول كثيرة. لها صفة الاعتدال ولها الصفة الطيبة اللي بتراعي روح الأخوة وروح المجاورة وروح التعاطف الموجودة في المجتمع. وجودنا وفرحتنا بتزداد بتهنئتكم وبحضركم، ونحمل للجميع لفضيلة الإمام والأصحاب الفضيلة والأحباء الموجودين ويانا
بنحمل كل محبة وكل احترام وكل تقدير، وبنسعد كثيرا ان نزوركم وتزورونا، وربنا يديم هذه المحبة القائمة التي هي صمام أمان قوي من أجل الحياة المصرية. طبعا الموقف الأخير بتاع موضوع القدس ده موقف متحدين فيه دون أن نتكلم، يعني فضيلة الإمام ومشايخ الأزهر والجهات الإسلامية الرسمية أخذت موقف والكنيسة أخذت موقف، والموقفين دول بيعبروا عن هذه الوحدة الكاملة اللي موجودة في الشعب المصري. وزي ما سألونا كتير، انتوا بتصدقوا، بيسألوا المسيحيين انتوا بتصدقوا بالناس اللي في الخارج، فكانت دايما اجابتي وما زالت نحن لا نصدق الا باثنين، الله فوق واخواتنا المسلمين على الارض في الوطن. وبالتالي اي محاوله للعبث في هذا الرباط القوي اللي بيجمعنا منتهيه بالفشل ولا يمكن ان تصمد. والله يحفظ البلاد والعباد من كل الشرور ومن هذا الضعف اللي ناشئ على ارضنا، ولكن مصيره الانتهاء و مصيره انه لا يبقى ويكون مجرد عبرة في التاريخ. اعمال العنف التي تحدث سواء هنا او هناك في اي مكان، هذه اعمال ليس لها قصد الدين بقدر ما لها قصد الوطنية التي تجمعنا جميعا معا. احنا بنفرح في مناسبات الأعياد، الله يديمها دايما، ودايما جميع القلوب فرحانة وممتلئة سعادة وروح الاطمئنان وروح الأمل بالأيام الجديدة وبعيد ميلاد السيد المسيح. وطبعا من الأمور الطيبة إن زي ما أعلن السيد الرئيس في العيد الميلاد الماضي على إنشاء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية كمشروع يعبر عن هذه الوحدة ويعبر عن هذا الترابط القوي ويعبر عن البعد الإيماني. صح، بنبني مصانع ونبني شركات ونبني ونبني، لكن دور العبادة أيضا هي التي تعطي روح في المكان اللي هي موجودة فيه. بنفرح بهذا المشروع الكبير، المسجد الكبير والكنيسة هناك في العاصمة الإدارية، وصح المشروع الإنشائي ما اكتملش ولسه قدامه وقت طويل، لكن مجرد أنها بداية طيبة بتبين أصالة هذا الشعب. أهلا بفضيلتك وأهلا بأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي ويانا.